مطيبة تحية وأرحب بكم أجمل الترحيب في هذا الحفل الذي يقيمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بمناسبة إطلاقه المنصة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية. هذا المشروع الذي بدأ المركز العمل فيه أواخر مايو عام 2013، وحظي بدعم سخي ورعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ومنذ ذلك الحين والعمل متواصل في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، وها نحن نحتفل اليوم بإتمام المرحلة الأولى من مراحل المعجم. وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن استطاعت مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ممثلة في مجلسها العلمي وهيئتها التنفيذية ودوائرها التخصصية خلال السنوات الخمس الماضية أن تخطو خطوات واسعة في سبيل استكمال مقومات عملها المعجمي الرائد. ولا أدل على ذلك من أنها استطاعت إنجاز المرحلة الأولى من مراحل المعجم، وما تطلبه ذلك من عمل دؤوب وجهد متواصل في وضع الخطة واختيار المنهج اللذين يضمنان حسن سير العمل وجودته في المراحل كافة. وكان من أهم أعمالها الاستراتيجية وضع أساسات المعجم العلمية والمنهجية والتقنية وتعبيد الطريق أمام الخبراء لبناء أول معجم تاريخي للغة العربية، مما سيفتح آفاقا جديدة أمام الدارسين والباحثين في كل مجالات دراسات اللغة العربية وبحوثها، ويمهد لصناعة معجمية عربية متطورة. وإذا كان هذا المعجم يمثل مشروع أمة، فإن دعمه ورعايته من الدوحة يؤكدان أبلغ تأكيد حرص قيادة الرشيدة على تعزيز وجود أمتنا العربية من خلال النهوض بعنوان وجودها ورمز كيانها اللغة العربية، لأن في المحافظة عليها والاعتزاز بها دليلا على بقاء هذه الأمة وجدارتها بالحياة وتأكيد دورها الحضاري على المستوى العالمي. ولئن ظل هذا المشروع أملا طال انتظاره، فإن إطلاق بوابته الإلكترونية اليوم لمما يبعث على التفاؤل ويبشر بعطاء متجدد في سبيل تحقيق الغاية النبيلة من هذا المشروع على أفضل وجه. ويعد هذا المعجم نقلة نوعية في خدمة اللغة العربية، وهو أول محاولة عربية ناجحة، ويتميز بكونه سجلا يرصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص، وما قرأ عليها من تغيرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، متتبعا الخط الزمني لهذا التطور عبر سياقاته التاريخية في مدونة يتطاول مداها زمنا ويزداد محتواها نصوصا عبر قرون اللغة العربية الطويلة. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن يشارك في بناء هذا المعجم المستند إلى أكبر مدونة للغة العربية ما يقرب من 300 من أساتذة الجامعات والخبراء والعلماء من عدة دول عربية، كما استفاد أعضاء الفرق المعجمية من دورات تدريبية وورش عمل عقدت في عدة بلدان عربية، وتمكن خبراء المعجم من توحيد منهجية العمل وفقا لضوابط الدليل المعياري للمعالجة والتحرير الذي وضعته الهيئة التنفيذية وأقره المجلس العلمي للمعجم. صاحب السمو الأمير المفدى، إن تشريفكم لنا اليوم هو خير دافع وحافز لنا جميعا لمواصلة العمل في هذا المشروع الحضاري الرائد بروح المسؤولية وبكل الثقة في القدرة بعون الله على إنجاز مراحله تباعا لنحقق السبق والريادة لدولة قطر في هذا الميدان. واسمحوا لي يا صاحب السمو من منطلق التقدير والامتنان أن أتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر والعرفان
لما أوليتموه لهذا المشروع من دعم وتشجيع ورعاية، تأكيدا لاهتمامكم البالغ باللغة العربية ودعم كل ما من شأنه خدمتها عمليا والنهوض بها تعليما وبحثا ودراسة. وفي الختام أكرر الترحيب بكم جميعا في هذه المناسبة السعيدة، راجيا لهذا المشروع المتميز دوام التوفيق والنجاح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الذي أنشأ الكون في سر كامن بين حرفين فكان. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، معالي رئيس الوزراء، السادة الوزراء، السادة العلماء، السادة المنشغلين حبا وولها بهذه اللغة وبهذا الحضور وبما يعنيه وجودها من وجودنا تاريخيا وهويتنا وتكريسها أيضا في لحظات تاريخية قد تكون صعبة، قد تكون منعطفاتها منزلقات أيضا، لكننا اليوم وبفضل إرادة سياسية ما كان لهذه اللحظة أن تكون لولا توفر هذه الإرادة. نعلم جميعا أن المال في وفرة في هذه الأمة، التغني بالعربية بحروفها متوفر أيضا، لكن الإرادة السياسية التي نشكرك اليوم عليها سمو الأمير، جيلا حاضرا وأجيالا قادمة ستشدو باسم قطر التي أتاحت لهذا المشروع أن يقدم للأمة وتاريخها العريق بوابة تفتخر بها، تدخل من خلالها في مولد الكلمة، في نشأتها، في تطورها، في تاريخها، في تاريخنا. اليوم ونحن هنا كان بودنا أن يكون بيننا رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، الذي رد مشكورا على توجيه الدعوة بأمنيات طيبة لهذا المعجم، معجم الدوحة التاريخي، لكن للأسف فيعني لظروف يبدو أنها لا تتسق مع الرياح ولا تمكن السفن، لا يشتهي، لا تمشي أو لا تجري كما يشتهي السفن، أو لا تجري بما يشتهي تشتهي السفن، فأترك جدلها لهذا المعجم بين سفن وسفن لكم أيها السادة. واسمحوا لنا الآن أن ندعو هنا الشخص الذي قام بما وفر في مركز العربي وإدارته وحسن إدارته للأبحاث ودراسة السياسات البيئية البحثية، البيئة الملائمة لمشروع معجم الدوحة، هكذا سيخلده التاريخ، معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الدكتور عزمي بشارة، يتفضل هنا ليحلق بنا أيضا بحروف عربية فيما بذل من جهود تقف وراء هذه اللحظة التاريخية. دكتور عزمي بشارة تفضل. حضرة صاحب السمو معالي رئيس الوزراء، السادة الكرام مع حفظ الألقاب، الضيوف والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضت المبالغة في إطلاق صفتي تاريخيا على أحداث نافلة إلى ابتذاله بخلط أوهام الأهمية بالأهمية، فعسى أن يكون نعت لقائنا اليوم بالتاريخي مساهمة في إعادة الاعتبار لهذا الوصف. أقول هذا بسعادة واعتزاز يقدرهما
من يعرف التواضع إزاء حجم المسؤولية وثقلها. أقف اليوم أمامكم لأعلن إطلاق المرحلة الأولى الأهم من المعجم التاريخي للغة العربية، والتي تغطي 700 عام من تاريخ لغتنا من النقوش المكتشفة الأولى حتى نهاية القرن الثاني للهجرة. خلال 2 أرسيت أسس المعجم وصمم منهجه، وتم رسم المسار وشق الطريق وثبتت السكة، ثم قطع عليها قطار المعجم مسافة 700 عام في 3 سنوات 3، وهو زمن قياسي مقارنة بأي معجم تاريخي من معاجم اللغات الأخرى. ترتبط المعاجم التاريخية في جميع اللغات بالنهضة والتنوير، لأن اللغة صنو لنهضة أي أمة، ولأنها تلتفت إلى التاريخ من زاوية قبول فكرة التغير والتطور. هكذا نفهم اهتمام النهضويين بأصول اللغة وانتشار الأبحاث في العائلات اللسانية في أوروبا القرنين 18 و19. ويكمن الفرق بين النزعة التاريخية النهضوية التنويرية والنزعة التاريخية الرومانسية في أن الأولى لا تعود إلى الماضي نكوصا لتكريس صورة عن عصر ذهبي لا يتلوه إلا الانحطاط، ولا من أجل بلورة ما تعتبره شخصية الأمة وروحها، بل لكتابة تاريخ الأمة ومسار تطور معارفها وفهم أحداث الماضي في سياقها بأدوات عقلانية، وذلك من أجل الانطلاق نحو المستقبل. فسنة الكون هي التغير والتطور، وهذا ينطبق على اللغة التي لا تتشرنق في القواميس بل تنبض بحياة الناس وواقعهم المتغير. لا نزعم أننا أصحاب الفكرة، فقد سبقتنا إليها شعوب أخرى أدرك مفكروها أن النهضة بدأت بتقعيد اللغة الدنيوية المتداولة وتفصيحها لغة أدبية وعلمية وقومية وتعميم القراءة والكتابة، لكنها أي النهضة لا تكتمل من دون الوعي بتطور ألفاظ اللغة ودلالاتها ومعانيها ومبانيها، وذلك لفهم ماضي الأمة بوصفه عملية تبدل وتطور خلافا لما تثبته الهويات. ولسنا أصحاب الفكرة عربيا، فقد بذلت جهود مخلصة من أجل بناء معجم تاريخي للغة العربية بدءا من تأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1932، والذي استفاد من عضوية المستشرق الألماني أوغست فيشر، والذي سعى بدوره إلى تسجيل تطور اللغة العربية الفصحى حتى 300 للهجرة، معتقدا أن اللغة العربية الفصحى اكتملت في هذا العام. وربما عالج جزءا من ألفاظ حرف الهمزة، ويتواصل حاليا عمله المهم في ألمانيا برعاية الأكاديمية الألمانية للاستشراق وبدعم من أكاديميات العلوم في عدة ولايات. منذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة في نهر المعاجم العربية، نذكر منها عمل الشيخ عبدالله العلايلي في لبنان، ومحاولات البدء بجمع شواهد في المشروع التونسي للمعجم التاريخي العربي الذي نجح في جمع شواهد من 90 شاعرا جاهليا من 200 إلى 609 ميلاديا، ومحاولة اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية إذ عقدت عدة ندوات وشرع باختيار المصادر الأساسية والثانوية للمدونة، وهو جهد مقدر بالتأكيد. ولكن نهر المعجم التاريخي للغة العربية ظل جافا، وكادت الفكرة تستحيل حلما يراود الباحثين واللغويين، وحرم المعاجم التاريخية مرغوب مرهوب يدور الباحثون العرب حوله ويلبثون عند مداخله، لا يدقون أبوابه ولا يقتحمونها، ومن يلومهم؟ فهذه مشاريع قومية يفترض أن تتبناها دول. وتجربة المعاجم التاريخية للغات أقصر تاريخا وأيسر مسلكا من العربية لا تشجع كثيرا، إذ استنزفت أجيالا من الباحثين، مع أنها كانت مشاريع قومية تبنتها دول عبر أكاديمياتها العلمية. في ألمانيا بدأ الإخوان غريم بالعمل على معجم ألماني تاريخي
1838، وأنجزا 6 حروف في 16 عاما، ثم توقف العمل، وما لبث أن عاد متزامنا مع مساعي الوحدة الألمانية، إذ قرر بسمارك تمويل المشروع من الدولة، واكتمل في عام 1961 في 32 في 32 مجلدا تضم 330,000 مدخل معجمي في اللغة الألمانية الفصحى، وذلك بدءا من العام 1450، أي أن العمل على 400 عام من اللغة احتاج إلى قرن وعقدين من العمل، وإن كان العمل متقطعا. أما معجم اللغة الإنجليزية فبدأ العمل عليه عام 1857 مؤرخا ل1250 عاما من تطور اللغة، واستغرق بناء مدونته اللغوية وحدها 20 عاما، وأسهم في جمع نصوصها تطوعا 800 قارئ وكاتب. وفي العام 1884 بوشر بنشر فصول من المعجم تحت عنوان معجم إنجليزي جديد على مبادئ تاريخية، لكن صدور المعجم اكتمل بعد 70 عاما سنة 1928، ونشر في 10 مجلدات بعنوان معجم أكسفورد للغة الإنجليزية، وصدرت طبعته عام 1989 في 20 مجلدا. ومنذ العام 1988 أتيح على شبكة الإنترنت، وأصبح يضم أكثر من 300,000 مدخل معجمي. وبدأ العمل بالمعجم الفرنسي عام 1778، وتطلب العمل عليه 70 عاما حتى عام 1858 حين نشر الحرف A في 4 مجلدات، واستمر العمل متقطعا إلى أن نشرت طبعته الأولى عام 1992، وهو يتناول تاريخ ألفاظ الفرنسية من عام 842 ميلاديا حتى أواخر القرن العشرين. وشرع في العمل على المعجم الهولندي المتأثر بالألماني منهجا في عام 1849، وأعلن اكتماله عام 1998، أي بعد قرن ونصف، وأرخ للألفاظ بدءا من عام 1500. لسنا أصحاب الفكرة إذن، ولكننا نحن الذين امتلكنا الجرأة على بناء هذا المركب والإبحار به في بحر تاريخ اللغة العربية. هذا المركب طبعا بخبرات عربية، وصنع في قطر، يعني بالعربي made in قطر، وأثبتنا بالمنهج العلمي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي المؤسس في المجلس العلمي والهيئة التنفيذية وفرق المعالجة المعجمية أنها ممكنة التنفيذ، والفوائد جمة يصعب حصرها من فهم التاريخ والتراث بدلالة المفردات في زمن استخدامها من دون إسقاط الحاضر على الماضي، واكتشاف قدرة اللغة العربية على توليد مصطلحات علمية من جهة، وتبيين مرونتها في استيعاب مفردات أعجمية وتعريبها حين كانت اللغة قوية واثقة من نفسها من جهة أخرى. في الاجتماعات الأولى التي عقدت لبحث الموضوع بعد أن خطبني في العام 2011 مجموعة زملاء باحثين ضاقوا ذرعا بتعثر المشاريع في هذا الصدد، وقبل أن أتوجه إلى سمو الشيخ تميم بن حمد ولي العهد في حينه لطرح الفكرة عليه في العام 2012، فكرنا في المعضلات التالية: قدم اللغة العربية مقارنة باللغات التي تقدم الحديث عنها، وإشكاليات تأريخ النصوص العربية بالتوثق من تاريخ وفيات كتابها، وتدوين المنقول شفويا بعد أجيال وأحيانا بعد قرون من تاريخ القول إن صحت نسبته إلى القائل، فثمة شكوك يوجبها المنهج العلمي، ومشاكل في دقة النصوص ذاتها، وأخطاء حتى في المحققة منها، وخصوصية الصرف العربي، وصعوبة معالجة اللغة العربية حاسوبيا، إضافة إلى قضايا منهجية عديدة غير محلولة متعلقة بترتيب الألفاظ، وما الذي يمكن أن يذكر أو يغفل عند شرحها مثل الوسوم والتأثيل والمصطلحات. علمنا أن المسلك وعر والمهمة معقدة، دونها مشقات أدركنا بعضها وجهلنا غيره في تلك المرحلة، ولكن الرؤية والعزيمة توفرا، وتوفرت الرعاية الكريمة والمتفهمة التي منحتها للمشروع
قيادة قطرية صاحبة رؤية، وتوفرت الثقة بالقدرات والكفاءات العربية والعمل الجماعي المؤسس وتسخير التقنيات الحاسوبية بشكل غير مسبوق وتطوير ما لم يتوفر منه في خدمة العربية. فاتخذنا القرار أن نمضي لنثبت أن المهمة ليست مستحيلة، فالنهضة لا تقوم على العقل وحده بل أيضا على الإيمان بإمكانية تحويل الأحلام النبيلة إلى أهداف واقعية ثم برامج عمل. بناء على ما ذكر، يمكن اعتبار معجم الدوحة التاريخي للغة العربية سبقا ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي أيضا، على الرغم من خصوصية الصعوبات التي تميز العربية، إذ أنجز في 3 سنوات 100,000 مدخل معجمي للغة قديمة عريقة، علما أن الصعوبات في حالة العربية تفوق أي لغة أخرى أرخ لها معجميا. لقد قطعنا شوطا في جمع مدونات المرحلة المقبلة وتنسيقها وترتيبها، يعني بعد 200 للهجرة، وسوف نواصل الطريق من عام 200 للهجرة حتى يومنا هذا، وسيكون الإيقاع أسرع رغم ضخامة مدونة المراحل التالية التي ستفوق 1,000,000,000 كلمة كما يقدر خبراء المدونة حاليا. أنا أعتقد أكثر من 1,000,000,000 بكثير، لا أستطيع الآن أن أقدر. وسوف يجري تحيين بوابة المعجم الإلكترونية أولا بأول بهدوء من دون احتفالات. لقد قررنا في المركز العربي أن نسميه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، لأن مشروعنا هو أيضا هدية ثمينة للغاية من الدوحة إلى الأمة جمعاء. ومنذ اليوم كل من يريد أن يعرف دلالة لفظ عربي في مرحلة زمنية محددة سوف يزور معجم الدوحة التاريخي. كانت مدن إيطالية في القرنين 15 و16 ومدن حرة في وسط وشمال أوروبا مهد النهضة في تلك الأصقاع، وتثبت قطر أن بلدا غنيا برؤية قيادته وحرية إرادتها ووعي شعبه وموارده بإمكانه أن يكون مرتكزا من مرتكزات نهضة عربية قادمة. هذا المعجم كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصولها في الدوحة وفروعها في كل مكان ينطقون فيه بالعربية أو يبحثون فيها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. شكرا دكتور عزيز. معجم الدوحة التاريخي حلم العرب. الشاعر الدولاب. 20 قرنا لسان الضاد ينتظر تاريخ معجمنا أيان يستطر. تناسخت معجمات لا حدود لها، وظل تاريخها في الغيب يدخر. المفردات سلالات مؤثرة بين الجذور الفروع استحصد الثمر. كم ازدهت حيوات من أسيرتها، وكم تفاعل فيها البدو والحضر. كل اللغات لها أعمارها ولها أطوارها، حيث تنمو ثم تندثر. لكنما لغة العرب الخلود لها حكم السماء، ما بقى القرآن يذكر. ها معجم الدوحة الحلم الذي هرم ولم تحققه لا قحطان لا مضر. اليوم ينهض مشروعا لأمتنا مهما رعته استباقا في العلا قطر. قد جاء مصنع مجد العرب ملحمة تبقي، وكل حروب العرب لا تذر. قد قام صرحا سما فوق البروج هنا، تكلل الشمس تاجا زانها القمر. لم تبن جن سليمان له شبها، بل نحن شبناه، نحن الجنة البشر. فكل حرف عصا موسى نهش به
فالبحر منفلق والصخر منفجر والمعجم البدع في تاريخ معجمنا بالحاء والباء مصنوع ومبتكر. من لحظة البدء ضج الكون في لهف للمبتدا خبر، ها جاءك الخبر، اقرأ بربك نبض الزر معجمنا فخادم الضاد بالأزرار. كم نصروا جل التحدي فشد العزم طاقمه، تباركت زمر ما مثلها زمر، تضلعوا من رحيق الضاد طاقتهم، هاموا سكارى بها عشقا وما سكروا. تملكتهم حمي المعجم امتلأوا به لإنجازه أرواحهم، نذروا رأوه مختبرا، رأوه مدرسة ومعبدا ورباطا، جل ما نظروا تأبطوه. فمهما تلقهم تره في المكتب البيت إن ناموا وإن سهروا، حديث نفس شرودا في عيونهم فهم به غيب، حتى وإن حضروا يطاردون المعاني في شواهدها، يبنون منها جذالات وما كسروا. في كل علم مطاف لا حدود له، منها هنا دخلوا منها هنا عبروا، نعم المجانين سر الحرف قد ملكوا، بالضاد قد سحروا بالضاد قد سحروا. ما أجمل المال والسلطان إذ وقفا صفا مع العلم كي تغزو المدى الفكر. وقد رعته استباقا في العلا قطر. ربما في كل ذاكرة سر من الأسرار، واسمحوا لي أن أعبر سريعا على ذاك النهار الذي أكلت النهار بنصف النهار، وليلا أكلت بليل بهيم. كم أغرقني هذا البيت معنا مضمونا جوهرا وفكرة في متون العربية منذ الصغر، حتى جاءت اللحظة اليوم ومع زر سيضغط لأعرف أي النهارات ابتلع النهار وأي الليالي ابتلع الليل استباقا. وبهذا تنفتح شهية الباحثين في كنوز اللغة في كنوز الأدب. الدكتور عز الدين البشيخي أستاذ اللسانيات بجامعة المولى إسماعيل بمكناس في المغرب، والمدير العام ومدير معجم المعجم الدوحة للغة العربية التاريخي للغة العربية. تفضل دكتور لتغوص بنا كيف يمكن أن نفتح في هذا الزر مئات الآلاف من السنوات وعمر الحرف والكلمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضرات السادة العلماء والوزراء والسفراء، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهد الزمان أن محاولات إنجاز معجم تاريخي للغة العربية امتدت من بدايات القرن الماضي إلى عصرنا الراهن، حتى التقت عزيمة علمية مخلصة بإرادة سياسية واعية فأثمرت معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. في البدء كنا نعلم أن بناء معجم تاريخي للغة العربية كبلوغ قمة من الشواهق، كلما اقترب الصاعد منها إليها اشتدت العوائق وأظهرت له صغارها ما تبطنه كبارها. ولكن بعد النظر وطول النفس وقوة الإرادة، كل ذلك يحول الحوائل هباء منثورا
ويجعل النجاح قدرا مقدورا. أن يكون لأمة معجم تاريخي للغتها معناه أن تكون قادرة على أن تجمع تراثها الأدبية والدينية والعلمية والثقافية المبثوثة في النصوص جمعا واحدة، مهما امتد في الزمان أو انتشر في المكان، ومهما تضخم حجمه وتفرعت بنونه، وأن تحقق ما اجتمع لها من تراثها القديم متنا وسندا، وتتوثق من صحة النص ومن صحة نسبته إلى مؤلفه وتاريخ تأليفه، وأن تضع تراثها كله على خط الزمن، وتأخذ النصوص مواقعها على هذا الخط حتى يتبين المتقدم منها من المتأخر، وأن تقرن كل لفظ بمعناه الذي له في سياقه في نصه في تاريخه، وأن تثبت المعاني التي طرأت على اللفظ الواحد وفقا لسياقاته في نصوصه، وأن ترتبها ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث، وأن ترتب معاني الألفاظ والمفاهيم المصطلحات فيما بينها، فيعرف مثلا أن مفهوم الثقافة أسبق في الاستعمال عند العرب من مفهوم الحضارة، وأن مفهوم العدل أسبق في الاستعمال عند العرب من مفهوم الحكم، وأن مفهوم الدولة أسبق في الاستعمال عند العرب من مفهوم السلطة، وما أكثر ما يستخلص من ذلك من نتائج واقتضاءات قد تغير كثيرا من الفهوم والتأويلات. أن يكون لأمة معجم تاريخي للغتها معناه في الجوهر أن تكون قادرة على إضفاء طابع النظام على فكر الأمة في صيرورته التاريخية كما انعكس في مرآة لغتها، وأهم ما يقدمه النظام وضع الأشياء في مواقعها بما هي عليه من أشكال وأحجام وألوان، فيسهل بذلك الفهم القائم على الوصف والتحليل والتفسير. وفي غياب النظام طبعا تسود الفوضى، وتوضع الأشياء في غير مواقعها، وتصور بأشكال غير أشكالها، وبأحجام غير أحجامها، وبألوان غير ألوانها، ويقدم منها المتأخر ويتأخر منها المتقدم، ويقاس على ذلك ما يتسع له الخيال من ممارسات الفوضى وإملاءات الأهواء. ومن الاغترار بل الغرور الزعم بأن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في مرحلته الأولى عالج مشكلات النص التراثي العربي، فصحح لفظه وحقق متنه وسنده وتاريخ إنتاجه، إلا أنه من الإنصاف القول إن خبراء المعجم استفرغوا الجهد في مقابلة الروايات المتعددة لللفظ الواحد في النص الواحد للمؤلف الواحد، وجمعوا القرائن المرجحة لرواية على رواية ولتاريخ قول أو تأليف على تاريخ، واجتهدوا ما وسعهم الجهد في استبعاد المشكوك فيه من النصوص، وتحوطوا فيما لم يتمكنوا من الحسم فيه برأي علمي بعد أن فاضلوا بين المصادر المطبوعة المحققة. وتقتضي أمانة الوصف الإشارة إلى أن معجمنا في مرحلته الأولى عمل تأسيسي منفتح على المراحل الموالية، وقابل للتحديث المستمر، ومفتوح أمام مشاركة العلماء والباحثين باقتراح التصويب والتعديل والإغناء، وذاك نهج راسخ في كل المعاجم التاريخية للغات العالمية. وإذا كانت المناسبة لا تسمح بالتفصيل، فإني أكتفي بذكر من فردنا بإنجازه في أمتنا العربية على غير منوال سابق للغتنا العربية. أولا، إعداد زهاء 100,000 مدخل معجمي مرتبة ترتيبا تاريخيا من أقدم نقش أو نص إلى العام 200 للهجرة. ثانيا، إعداد قائمة بمصادر نصوص اللغة العربية الممتدة على مدى 10 قرون من القرن الخامس قبل الهجرة إلى القرن الخامس الهجري، ومرتبة ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث. ثالثا، بناء مدونة لغوية إلكترونية 10 قرون من نصوص العربية
تتضمن ما يقارب 250 مليون كلمة حتى الآن. رابعا، تأليف دليل معياري للمعالجة المعجمية والتحرير يتضمن الضوابط العلمية والمنهجية لبناء المعجم وفق رؤية موحدة وآليات عمل منسجمة. خامسا، وضع خط إنتاج المداخل المعجمية متسلسل ومترابط المكونات ابتداء من المدخلات حتى المخرجات النهائية. سادسا، تصميم منصة حاسوبية للمعالجة المعجمية توفر بيئة العمل الأساسية للمعالجين والمراجعين والمدققين والمحررين، وتيسر مراقبة سير العمل آنيا في أي مكان كان. سابعا، تصميم بوابة إلكترونية متطورة لنشر مواد المعجم وتقديم خدماته المتنوعة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى الخبرة التي تراكمت لدى العاملين في المعجم سواء داخل دولة قطر أو في الدول العربية المختلفة، ولعل كل ذلك يسهم في تطوير صناعة معجمية عربية لائقة بلغتنا. ومما يدعو إلى الاعتزاز أن الفريق الذي حمل هذا المشروع فكرة وتخطيطا وإنجازا ظل متماسكا ولم ينفرط عقده، بل توسع واتسع وزاد نشاطه برعاية متبصرة من المركز العربي للأبحاث. ولا بد من التنويه بروح العمل الجماعي والمتكامل الذي ساد بين الهيئة التنفيذية للمعجم والمجلس العلمي، والتنويه بالخبراء والباحثين المرابطين في الدوحة على إخلاصهم للمشروع وعملهم الدؤوب وتضحياتهم المشهودة، وبالخبراء المتعاونين من مختلف الدول العربية على مشاركتهم القيمة وجهدهم المقدر. والحق أقول إن السنوات الخمس السابقات مباركات، كيف لا، وقد تضمن معجمنا زهاء 100,000 مدخل معجمي مستخلصة من النصوص لا من المعاجم، كيف لا، وقد استغرق إنجاز المعاجم العربية الحديثة وهي معاجم لغوية غير تاريخية أضعافا مضاعفة من السنين، ولم تبلغ في عدد موادها ما يقدمه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية اليوم. وأما المعاجم التاريخية للغات الأجنبية فتحسب مدد إنجازها بالعقود، وأملنا أن نحرز تقدما نوعيا في السنوات المقبلات حتى تكون كالعام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حضرة صاحب السمو، إننا نشرف اليوم بتفضلكم بإطلاق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ونعلن في حضوركم أننا استعدادنا التام للشروع في العمل بالخطة التنفيذية للمرحلة الموالية ببداية العام الجديد. وأملنا أن تشهد مؤسسة المعجم تطويرا يسمح بفتح آفاق جديدة وإنجاز مشروعات لغوية ومعجمية أخرى انطلاقا مما أتاحه معجم الدوحة من البيانات والمعطيات. ولو أن في الأمة اليوم من يدرك كما تدركون يا صاحب السمو الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الفكرية والعلمية الكبرى في تحقيق الاستنهاض والنهوض والنهضة وفي التمكين المتدرج المتمدد، لكان لهذه الأمة برنامج بحثي مرتب الأولويات تقام لمشروعاته المؤسسات وتستثمر في إنجازه الكفاءات، به تسد كثير من الثغرات وتبنى على أساسه صروح من العلوم والمعارف والفنون، وما ذلك على أهل العزائم بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معجم الأمة. أيقظ جفونك فالزمان تهادى
وارفع يديك لتحضن الأمجاد، واقرأ مدونة البيان على النهى، وتحر من جهة العلى الميلاد. هو معجم بكر وجد خالد وأب لمليار أتوا أحفادا. ألفاظنا ولدت بضوء خالص زمن السديم وأنجبت أولادا. ولدت على شفة الزمان وكونت صفة الجمال وألهمتها الضادا. هذا السياق سياق أقدم شاهد بين اللغات يصافح الأجداد. ولدت لأمتنا ملامح أمة كادت تكون مع الرماد رمادا. فلرب همة أمة أحيت لها بين الأنام مكانها المعتادا. مذ كل لفظ كان نبض هوية أضحت لنا كل البلاد بلادا. وطن هو المعنى الكبير وموطن المستعملين له إذا ما نادى. فبه توحدنا ولم نك وحدة، وبه سمعنا مرة إنشادا. قطر تداركت الفوات فلم يفت في وعدها أن تسبق الميعاد. سادت بها قيم العلوم، ومن يسد بعلومه فهو الذي قد ساد. ويد مسددة بهمة عاهل زادت به سمة الصلاح سدادا. يرعى اكتمالات الرؤى ويتمها، ومن اسمه تم التمام وزاد. ومن اسمه تم التمام وزاد. حتى متى يمكن أن نتتبع ميلاد الكلمة في دلالاتها وتحولاتها؟ اليوم يشيرون له بتميم المجد. فمنذ متى نشأت هذه المفردة؟ وما هي تحولاتها وكيف امتدت دلالاتها حتى استقرت على تميم المجد؟ الحضور الكريم، هي البحر إذن في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواصة عن صدفاته؟ ربما يجيب عن هذا التساؤل الدكتور رمزي منير بعلبكي، أستاذ اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت، رئيس المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، فليتفضل مشكورا. صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السادة العلماء وأصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيطيب لي أن أخاطبكم باسم المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وأن أقرئكم السلام والتقدير من كل فرد من أفراده 20 أو يزيدون. لقد ظلت فكرة المعجم التاريخي للغة العربية حلماً مستعصياً على التحقيق منذ أكثر من قرن، في حين أن لغات عالمية أخرى كان لها سبق في هذا المجال، وإن لم يكن لها في ذاتها ما تفضل به اللغة العربية، لا في بناها ولا في وظائفها الدلالية ومقاصدها التواصلية، ولا في إسهامها في الحضارة البشرية والمعارف الإنسانية. وانطلاقا من ذلك، وجد أعضاء المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية
وجدوا أنفسهم محمولين حملا على الاجتهاد في ابتكار أقوم المسالك لتدارك الزمن المنقضي واستيعاب الوسائل الحديثة في البحث عن المعرفة على نحو يليق بهذا المشروع الرائد. وقد قدر للمجلس العلمي للمعجم أن ينهض بأعباء المهمات التي توكلها الأعراف إلى المجامع اللغوية، فانطلقنا واعين جليا ما يقتضيه إنجاز هذا المشروع من جهد متواصل وقدح للأذهان. وقد كان همنا وسدمنا أن نوائم بين أمرين، أولهما المعرفة التراثية التي ترك لنا فيها الأجداد منجزات رائدة يفخر بها كل عربي متشبث بالأصالة، وثانيهما المعرفة الإنسانية الحديثة التي شهدت ثورة علمية فائقة في مجال العلوم اللغوية عامة وعلم صناعة المعاجم على وجه التخصيص. وعلى هذه الأسس كانت اجتماعات المجلس كلها بمثابة ورشة تفكير جماعي يبذل فيها الأعضاء قصارى جهودهم في تحسس الأفكار ذات المردود الإيجابي على مشروع المعجم وعلى تطوير مسلمات العلم اللساني اللغوي ذاته. إن فكرة المعجم التاريخي لأية لغة بما فيها العربية لفكرة بسيطة حقا، وجوهرها رصد الاستخدام الأقدم لكل مفردة والإتيان عليها بشواهد مؤرخة ثم تعقب تطورها الدلالي إن وجد. وتلك البساطة قد تغري بالظن أن هذا المشروع كان له أن ينجز في سنة أو سنتين أو نحو من ذلك، وقد سمعنا هذه العبارة لا من العامة فحسب بل من بعض أهل الاختصاص أيضا، ولن تجد أبعد من هذا الرأي عن الصواب. فلو أحصينا عدد جذور العربية في واحد من أكبر معاجمها وهو تاج العروس للزبيدي لوجدنا أنها تكاد تكون 12,000، ثم لو عطفنا ذلك على أن لبعض هذه الجذور مئات من المشتقات عدا لأدركنا مبلغ عدد المفردات، فضلا عن صياغها الصرفية المختلفة التي تصل بها إلى أضعاف أضعاف ذلك. وقد أفردنا لكل مفردة أو صيغة جزازة، ولربما استغرق العمل في الجزازة الواحدة في مراحلها المختلفة ساعات وساعات بل أياما وأياما من مجموعة كبيرة من الباحثين، بل ربما استغرق مثل ذلك من الوقت والجهد التثبت من شاهد واحد أو من نسبة مصنف واحد أو من صحة لفظ واحد، وعلى ذلك قس. ولست أشك بأن نخبة المختصين وجمهور المثقفين وكل من كان من أبناء هذه اللغة الشريفة ومحبيها سوف يفرحون بالحصيلة التي ننشرها اليوم. أما من أراد النقد فأهلا به وسهلا، وذلك تجويدا للعمل وبلوغا به المقام الذي نرجو، وتأكيدا للأسس النظرية المتينة التي أرساها المجلس العلمي ليقوم عليها العمل. سوف ننشر في الموقع الإلكتروني للمعجم محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته التي خطها بعناية أمين سر المجلس الدكتور عبد السلام المسدي، وهي تربو على 1,000 صفحة، لا شيء نخجل به ولا شيء مغلق، كله مفتوح، كله ظاهر للعيان، وذلك ليرى القاصي والداني أن عملنا يستند إلى خلفية فكرية صلبة ويعتني بأدق التفاصيل التي يتعين أن يأخذ بها كل من يتصدى للعمل المعجمي التاريخي ويتسم بالتعاون الوثيق بين المجلس العلمي والهيئة التنفيذية التي تولت متابعة العمل دون منقطاع. أيها السادة، لقد جاء في الكتيب التعريفي عن المعجم أنني كنت في زيارة سابقة قد تحدثت مع الدكتور عزمي بشارة عام 2011 عن المعجم التاريخي وأهمية تبنيه، ثم جمعني لقاء لاحق بالدكتور رشيد بالحبيب والدكتور محمد العبيدي مع الدكتور عزمي، فاتفقنا على عرض المشروع عليه فتلقفه بحرارة بالغة
ثم كان أن عزز الله تعالى بثالث هو الدكتور عز الدين البوشيخي، فنشأت اللبنة الأولى لخطة المشروع، ثم مؤتمر لتطوير الفكرة وتجويدها. وفي العام 2013 أسس المجلس العلمي الذي يضم نخبة من خيرة المعجميين واللغويين العرب، وشرفت بإسناد رئاسته إلي. وإن كنت أنا لا أرى نفسي إلا فردا من جماعة لا فضل لي ولا ميزة على أي منهم، وكفى المجلس العلمي فخرا أنه نموذج راق للعمل الجماعي الناجح في عالمنا العربي الذي قلما أثمرت فيه الجهود الجماعية ولم تعصف بها ريح الشحناء والأنانيات. نعم، لقد تلقف الدكتور عزمي بشارة المشروع من اللحظة الأولى بحماس شديد، وسعى سعيا حميدا لدعمه وتمويله، وظل يتابعه دون انقطاع أو ملل، جزاه الله عنا كل خير. أما دولة قطر والقيمون عليها، فكيف لنا أن نوفيهم حقهم من الشكر والإقرار بالفضل، إذ أسدوا بتبصرهم ودعمهم وسخائهم خدمة جلة للعرب قاطبة، ولم يفرقوا في ذلك بين بلد عربي وآخر، فجمعوا الكل في واحد وصبروا حتى يروا الثمار الأولى لهذا العمل. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ولئن كان لمعجمنا أن يزهو بأنه يحمل اسم الدوحة هذه العاصمة الحبيبة، إن كان له أن يزهو بمعجمها التاريخي، أي بذاكرة الأمة جمعاء وما أعطته تلك الأمة للحضارة الإنسانية على مدى العصور. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتبوأ المعجمية العربية موقعا متميزا في تاريخ الحضارة الإنسانية، يرجع ذلك إلى زمن الخليل ابن أحمد صاحب كتاب العين في القرن الثاني للهجرة، وحتى زمن زبيدي في القرن الثاني عشر للهجرة. وأما العصر الحديث فقد شهد نحلة معجمية لافتة في العالم العربي، فصنف محيط والمنجد ورائد والمعجم الوسيط والمرجع للألالي، كما ظهرت القواميس ثنائية اللغة وأبرزها قاموس المورد الإنجليزي العربي للمرحوم منير المعلبكي. وفي القرن التاسع عشر للميلاد أخذ إدوارد ليد على عاتقه مهمة تصنيف معجم عربي إنجليزي ضخم يعرف باللغة العربية لجمهور عريض في العالم، وصدر ما أنجز منه سنة 1863. ولما كانت مادة هذا المعجم غير مكتملة، تعب هذا العمل الضخم المستشرق الألماني الشهير مانفريد أولمان، فأنجز حرف الكاف في جزئين كبيرين صدر عام 1970، ثم توالى عمله على حرف اللام فصدر في ثلاثة مجلدات آخرها سنة 2000. لقد كان لي شخصيا شرف المشاركة في معجم دوحة التاريخي للغة العربية، وذلك بإعداد النظائر السامية لكل جذور العربية. يعاونني في ذلك رئيس المجلس العلمي الدكتور رمزي البعلبكي. واسمحوا لي أخيرا أن أنقل لكم تحياتي دكتور مانفريد أولمان واعتزازه الكبير بعملكم في المعجم، وقد كان بوده أن يكون بيننا اليوم إلا أن ظروفه الصحية لم تسمح بذلك. مبروك لدوحة
ولنا جميعا هذا المعجم التاريخي رائد. شكرا. تنظر اللغة العربية إلى 1400 سنة من التاريخ قبل الإسلام، و 1400 سنة أخرى منذ ظهور الإسلام. خلال هذا الزمان تطورت اللغة العربية من لغة بعض قبائل العربية إلى لغة عالمية التي درست وبحثت اليوم في أكثر الجامعات المهمة في العالم. على الرغم أن اللغة العربية قد أصبحت لغة عالمية مهمة ولديها أدب غني، لا زلنا نفتقد معجم تاريخي للغة العربية. كما نعرف جميعا إنه لا يمكن أن نفهم النصوص الصعبة عندما لا نعلم أصل كل كلمة وتاريخها بالضبط. تختلف مفردات اللغة العربية من قبيلة إلى قبيلة ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وفي سياق التاريخ تغيرت باستمرار. سيصف معجم تاريخي للغة العربية هذا التطور، وبذلك ستصبح مرجع مهم للطلاب والعلماء لفهم النصوص باللغة العربية. أنا مسرور جدا بتعاون مجموعة دولية من العلماء الذين قرروا بدون خوف من المطائب أن يقومون بتجميع معجم تاريخي للغة العربية. سيستفيد منه اللغويين والعلماء الأدب في جميع أنحاء العالم. وأخيرا أتمنى لجميع العلماء المشاركين والمؤسسة اللغوية العلمية تبع المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في قطر أن ينجح المشروع ويصل إلى نهاية جيدة. صاحب السمو، المشتغلون بها بحثا والمنشغلون بها عشقا يتوجهون لسموك بالتفضل لإطلاق والإذان بإطلاق هذا المشروع، معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، يدشنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. شكرا لك سمو الأمير. يمكن البحث عن مفردة الدوحة بداية بما أن تم تدشين المعجم، لنرى أول ولادة تاريخية لهذه المفردة مماثلة لولادة تاريخية راهنة نعيشها الآن. شكرا لكم. ندعو السادة أعضاء الهيئة التنفيذية في الدوحة وأعضاء المجلس العلمي للتفضل للتهيؤ لأخذ الصورة المتفق عليها، ومع جولة الآن سريعة في الموقع من خلال الفيديو. تعد البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية المنصة الأساسية لنشر مواد المعجم وتقديم الخدمات اللغوية والنصية والإحصائية المرتبطة به، وقد أشرف على تصميمها وتطويرها فريق المعجم بالدوحة بالتعاون مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالمركز العربي. يتضمن المكون الأول كلمة المعجم
ومقدمة المعجم وقرارات المجلس العلمي والدليل المعياري للمعالجة المعجمية والتحرير والمشاركون في المعجم. ويتيح المكون الثاني المعجم البحث في المواد المنشورة بطريقتين: الطريقة الأولى البحث بالجذر للوصول إلى المادة المعجمية كاملة مرتبة ترتيبا تاريخيا بالألفاظ المستخلصة من النقوش والنصوص والنظائر السامية مع إمكانات متنوعة من البحث داخل المادة المعجمية. وأما الطريقة الثانية فالبحث عن الكلمة الواحدة. ويتيح المكون الثالث البحث في مصادر المعجم بأشكال مختلفة. ويتيح المكون الرابع المدونة اللغوية البحث عن اللفظ في نصوص المرحلة الممتدة من أقدم نص موثق إلى نصوص 200 للهجرة، ويسمح البحث بالوصول إلى استعمالات اللفظ في سياقاته المرتبة ترتيبا تاريخيا والمربوطة بمصادرها ومؤلفيها. بينما يتيح المكون الخامس إحصاءات البحث عن عدد مرات استعمال لفظ معين داخل المعجم أو داخل المدونة اللغوية مع رصد تطوره الاستعمالي حسب الفترة الزمنية التي يريدها الباحث. بعدد حروفها وبعدد الكلمات في العلاقات القائمة بين حرف وحرف وفي العلاقات القائمة الممتدة بين الكلمات كلمة فكلمة فجملة فجملة منذ نشأتها الأولى وحتى اليوم، نشكرك سمو الأمير على هذا الدعم الرائع والذي أثلج صدور أبناء هذا الحرف الشامخ. شكرا لك على امتداد التاريخ، شكرا لك اليوم وغدا، شكرا لك، شكرا للحضور، وألق على ألق، نسق على نسق، معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.